مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا. ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي اندلعت الجمعة في محيط السفارة الأمريكية في تونس إلى 4 قتلى، حيث أوضح مصدر مطلع بوزارة الصحة أن مصابين توفيا أثناء إخضاعهما لعملية جراحية. وكانت وزارة الصحة والداخلية أفادت مساء الجمعة بتسجيل وفاة شخصين في صفوف المتظاهرين. انطلقت السبت عملية التنظيف وجرد الخسائر في كل من السفارة والمدرسة الأمريكية بتونس العاصمة، واللتين تعرضتا إلى عمليات تخريب وحرق إثر مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن على خلفية بث الشريط المسيء للإسلام. كاميرا الأخبار عاينت حجم الأضرار التي لحقت السفارة والمدرسة الأمريكيتين. صور الدمار والخراب تلك التي استفاق عليها العاملون في كل من مبنيي السفارة والمدرسة الأمريكية بتونس العاصمة إثر عملية التخريب والحرق التي لحقتهما بعد المواجهات الدامية بين المحتجين وقوات الأمن على خلفية عرض الفيلم المسيء للإسلام. مواجهة أسفرت حتى الآن عن مقتل 4 أشخاص وجرح العشرات بين المحتجين وقوات الأمن. التعزيزات الأمنية والعسكرية كانت حاضرة بقوة، وتمركزت في محيط السفارة عدد من السيارات العسكرية والمدرعات، واتخذت قوات التدخل مراكز متقدمة لحماية المبنى الذي أحيط بالأسلاك الشائكة لمنع الوصول إلى مشارف السفارة. سفارة حرقت بداخلها العشرات من السيارات والشاحنات، وتعرضت نوافذها وتجهيزاتها للتهشيم والتخريب. ليبدو المشهد وكأنك أمام ساحة حرب جعلت المرة يتساءلون عن ما حدث لأضخم سفارة في تونس. المشهد في المدرسة الأمريكية بمنطقة العوينة لم يكن مختلفا، لتسجل دمارا وخرابا كبيرين بعد اقتحام المئات من المحتجين وتعمدهم لسرقة التجهيزات وتهشيم المعدات، وأخيرا حرق جانب كبير من المبنى الذي يأمه المئات من التلاميذ من حوالي 60 جنسية. السرقة والنهب، معناتها العملية من اللي كانت عملية معناتها نسخيلوها للتعبير على المشكلة متاع الفيلم، فإذا به أصبحت عملية تخريبية، عملية إجرامية، عملية سرقة وعملية نهب. أضرار قد تتجاوز المليون دينار في المدرسة الأمريكية لتخلف حرقة في قلوب العاملين بها وأولياء التلاميذ الذين صدموا من قوة الصورة، صورة لم يجدوا تفسيرا لها في ظل ما اعتبروه تماديا لمظاهر العنف والتي بلغت مراكز حساسة لم يتوقعوا يوما أن تصلها أيادي المخربين. ندد المشاركون في ندوة وطنية حول العنف أقيمت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بأحداث العنف والمواجهات بين المتظاهرين وأعوان الأمن التي حصلت الجمعة أمام مقر السفارة الأمريكية. صيحة فزع أطلقها المشاركون في ندوة وطنية حول تنامي وتيرة ظاهرة العنف في مجالات عدة وبمرجعية مختلفة، وندد الحاضرون من سياسيين وحقوقيين ورجال دين بأحداث السفارة الأمريكية، واعتبروا أن هذه الأعمال الناتجة عن مجموعات غير حكومية تمثل خطراً يهدد استقرار البلاد وسلمه. غيرة والحب لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع، فنحن نغار على نبينا عليه الصلاة والسلام ونحن مطالبون بنصرته. يقول تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، لكن نصرته لا تكون بالحرق والتدمير والتخريب للممتلكات العامة أو الممتلكات الخاصة أو حتى كذلك للسفارات الأجنبية والمؤسسات الدبلوماسية الذين يعتبرون ضيوفا عندنا وفي بلادنا. واعتبرت الحقوقية سهام بن سدرين أن غياب جهاز مخابراتي لمعرفة الأسباب والجهات التي تقف وراء هذه الأطراف المتسببة في العنف، بالإضافة إلى إفلات هذه المجموعات من العقاب، كان وراء تفاقم الظاهرة. ضعف الرادع القانوني، ضعف يعني العقاب القضائي والقانوني، يجي يوقفوهم من هنا، يجي النيابة العمومية تسيب. علاش الناس كل تتسائل؟ يلزم جهاز مخابراتي في مستوى البلد جمهوري وديمقراطي، واحنا اليوم فاقدين جهاز مخابراتي يحمي بلادنا ويعطينا المعلومات الدقيقه اللي تفسر لنا هذوما شكون اللي حرك فيهم، شنو اجندتهم، شكون يمول فيهم. وفي الإطار ذاته قال جلالة قيام ممثل وزارة الشباب والرياضة أن أحداث العنف التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة خرجت من نطاقها الرياضي لتتوسع إلى خلق الفتنة والجهويات بين المشجعين. العنف هو خراب،
والتخريب نتاعو يرجع كان بالخساره ماديا. واليوم لعب بدون حضور جمهور في لبعض جمعيات خساره كبيره كل اسبوع. لكن مش الماديه اهم شيء عندنا، احنا نفكروا زاد فيما يخص معناها الامباكت بالفرنسيه على مجتمعنا، احنا بلادنا صغيره. وتناولت هذه الندوه التي نظمتها وزاره حقوق الانسان والعداله الانتقاليه سبل التوصل الى توافق حول معالجه ظاهره العنف في اطار استراتيجيه واضحه المعالم بتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني. وفي نفس السياق أطلقت سهام بن سدرين رئيسة المجلس الوطني للحريات صيحة فزع في وجه الحكومة المؤقتة تجاه ما اعتبرته تماديا لظاهرة العنف والتعذيب من قبل قوات الأمن في الفترة الأخيرة. وطالبت بن سدرين خلال ندوة صحفية بضرورة القطع مع مناخ الإفلات من العقاب وبتسريع إصلاح المنظومة الأمنية التي تخضع بحسب تعبيرها للولاءات الحزبية. اليوم ثم تمادي ظاهرة العنف في البلاد من طرف مجموعات عنف غير حكومية، ويقابلها تسيب أمني وعنف بوليسي في شكل تجاوزات، في شكل يوصل هل ما يسمى بالتجاوزات إلى حد استخدام التعذيب وإلى حد القتل تحت التعذيب والاغتصاب. هو بالنسبة لنا احنا كحقوقيين الاغتصاب هو شكل من اشكال التعذيب، ما يختلفش عليهم. في اطار مناخ بتاع الافلات من العقاب اش يصير؟ يصير انه تتفق كل واحد يعمل كما يحب، يعرف نفسه اللي ماهوش باش يواجه حتى عقاب، وبالتالي سيستمر في العملية نتاعو. أكد القيادي بحركة نداء تونس محمد الأزهر العكرمي أنه تلقى تحذيرا من عملية تحاك لاغتيال زعيم الحزب الباجي قايد السبسي قبل 23 من أكتوبر القادم من طرف أحد الشخصيات الحكومية. وأوضح الأزهر العكرمي أن من بين تفاصيل هذه العملية أنها ستنسب للسلفية الجهادية، مضيفا بأن الدعوات لقتل السبسي قد تزايدت في الفترة الأخيرة. أكدت السلطات الإيطالية إيقاف اثنين من المهاجرين غير الشرعيين الناجين من حادثة غرق المركب التونسي الأسبوع الفارط والمحتجزين بمركز إيواء بلامبيدوزا. وتأتي هذه الإيقافات على خلفية التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الإيطالية والتي أفضت إلى إيقاف قائد المركب ومساعده. قال وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إن الولايات المتحدة تقوم بنشر قواتها استعدادا لأي اضطرابات جديدة قد تنشب في 18 موقعا محوريا دون تحديد المواقع. جاء ذلك في وقت أكدت فيه مصادر إعلامية أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على مخرج الفيلم المسيء للإسلام، كما رفضت شركة جوجل طلب أوباما في الإبقاء على مقطع الفيلم متاحا للمسلمين. بعد تسببه في تأجيج الغضب الإسلامي ضد أمريكا، ألقت الشرطة الفيدرالية الأمريكية القبض على مخرج شريط براءة المسلمين ناكولا باسلي ناكولا الذي عرف بإخراجه لأفلام إباحية أو أفلام إثارة، واستعدادا لأي اعتداء محتمل على البعثات الدبلوماسية في العواصم الإسلامية الذي أثاره فيلم براءة المسلمين المسيء للإسلام. أفاد وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا بأن الولايات المتحدة تقوم بنشر قواتها استعدادا لأي اضطرابات جديدة قد تنشب في 18 موقعا محوريا دون تحديد المواقع. كما رفضت شركة جوجل الأمريكية طلبا من إدارة الرئيس باراك أوباما بإعادة النظر في الإبقاء على مقطع من الفيلم متاحا للمستخدمين، وقالت إنها قيدت الوصول إليه في دول عربية وإسلامية تشهد منذ أيام احتجاجات عارمة عليه. وأضافت الشركة أنها فرضت القيود على مشاهدة الفيلم امتثالا للقانون المحلي وليس استجابة لضغوط سياسية من إدارة أوباما، بعد أن قالت الأربعاء الماضي إن الفيلم لا يتعارض مع مبادئها الرئيسية. وقد أفاد موقع جوكر الإلكتروني بأن فيلم براءة المسلمين المسيء للإسلام أنتجه مجموعة دينية أمريكية تطلق على نفسها اسم أعلام من أجل المسيح، مشيرا إلى أن منتج الفيلم مصري قبطي يقيم في الولايات المتحدة. وتحدث الموقع إلى عدد من الذين مثلوا أدوارا في الفيلم، أكدوا أنهم فوجئوا عندما ظهروا فيما كان أصلا في فيلم يروي ملحمة خيالية ثم وضعت دبلجة فوق الحوار الأصلي في إطار حملة معادية للمسلمين.
أصيب 4 ضباط من قوات حفظ السلام الدولية شمال سيناء إثر قيام جماعات جهادية باقتحام سور المعسكر وإشعال النار داخله احتجاجا على الفيلم المسيء للإسلام. وقال مصدر أمني مصري إن أعمال العنف قد تصاعدت بمعسكر قوات حفظ السلام بعد أن اقتحمت الجماعات الجهادية المعسكر. وفي سياق متصل، حذر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ميت رومني من فقدان مصر للمساعدات العسكرية التي توفرها الولايات المتحدة والتي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا في حال فشل مصر في حماية أمن البعثات الأجنبية في أراضيها. كما دعا رومني الحكومة المصرية للالتزام باتفاقية كامب ديفيد واحترام معاهدة السلام مع إسرائيل من أجل الحفاظ على علاقة الصداقة التي تجمعها مع الولايات المتحدة. إلى سوريا، حيث قال المبعوث الأمم الجديد الأخضر الإبراهيمي عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق إن الأزمة السورية تتفاقم وتشكل خطراً على الشعب السوري والعالم. من جانبه أكد الأسد استمرار التزام سوريا الكامل بالتعاون مع أي جهود صادقة لحل الأزمة السورية طالما التزمت الحيادة والاستقلالية. في خطوة هي الأولى له منذ توليه مهمة الوساطة في سوريا مطلع الشهر الجاري، يتجه المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي إلى دمشق للقاء الرئيس السوري بشار الأسد في محاولة لإحياء جهود السلام في بلد لا تزال الاضطرابات والاحتجاجات تمزقه منذ أكثر من 18 شهراً. الوسيط الجديد الذي لم يعرض بعد خطة مفصلة لحل الأزمة السورية حذر عقب لقائه الأسد من أن هذه الأزمة تتفاقم وتشكل خطرا على المنطقة والعالم، مؤكدا وخلال مشاورات مكثفة مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وبعض السفراء العرب ومعارضين سوريين أن خطته لن تكون تكرارا لخطة سلفه كوفي عنان. من جانبه تعهد الأسد بالتزام دمشق واستعدادها للتعاون التام مع جهود جميع الأطراف لإيجاد حل للأزمة في سوريا، مشيرا إلى أن نجاح العمل السياسي مرتبط بالضغط على الدول التي تقوم بتمويل وتدريب من وصفهم بالإرهابيين. لقاء الإبراهيمي بالأسد يأتي وعلى ما يبدو وسط تشكيك من قيادات المجلس السوري المعارض وأطراف دولية في نجاح الدبلوماسي الجزائري في إقناع الأسد بالكف عن الحل الأمني والقبول بالانتقال السياسي السلمي. الإبراهيمي الذي أقر قبل أيام بأن مهمته ستكون بالغة التعقيد بالنظر إلى الوضع الراهن في سوريا وتشعب المصالح الإقليمية والدولية، يصطدم اليوم بواقع ميداني أكثر تعقيدا مع تواصل النزاع المسلح الدائري في سوريا والذي أدى السبت إلى مقتل العشرات معظمهم في دمشق وريفها، فضلا عن تدمير أكثر من 2000 مدرسة بحسب منظمة يونيسف. أعلنت حركة طالبان الأفغانية مسؤوليتها عن هجوم على قاعدة عسكرية جنوب أفغانستان، وقال مسؤولون أمريكيون إن 2 من مشاة البحرية الأمريكية قتل في هذا الهجوم، فيما لم يصب الأمير هاري بأي أذى. حاصر آلاف الأشخاص سفارة اليابانية في العاصمة الصينية بكين، وذلك على خلفية شراء طوكيو جزراً تؤكد بكين ملكيتها. وحاولت القوات الأمنية صد المحتجين الذين حاولوا اقتحام السفارة رافعين شعارات تطالب باسترجاع الجزر التي اعتبروها على ملكهم. بهذا الخبر مشاهدينا نصل إلى ختام نشرتنا، نلقاكم في موعد إخبارية لاحقة.